السيدات والسادة، بحثنا اليوم أيضا سبل تعزيز وتطوير التنسيق السياسي والعسكري والأمني المشترك خلال هذه المرحلة المهمة التي تمر بها المنطقة، وتوافقنا على تنسيق جهودنا بما يحقق أمن واستقرار للمنطقة ويحافظ على مصالح شعوبنا. تشاورنا معا وفي إطار من الحوار المتواصل والبناء حول الأزمة السودانية وتداعياتها على المنطقة، خاصة دول الجوار المباشر وفي مقدمتها مصر وجنوب السودان، واتفقنا على تكثيف الجهود والاتصالات بيننا وبين الأطراف المعنية داخل السودان من أجل إيجاد حلول عاجلة للأزمة وتجنيب الشعب السوداني مزيدا من الدمار والتشتيت. كما اتفقنا على دعوة مختلف الأطراف السودانية لتغليب المصالح القومية العليا للسودان على أي مصالح فردية أو تدخلات خارجية من شأنها تعميق المشكلة أو زيادة حدة معاناة الأشقاء السودانيين وإطالة أمد الأزمة.